الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم مهم لطلبة أو استكمالا لمسار التكييف المركزي وتقنية أساسيات التبريد والتكييف لطلبة هندسة المباني ولطلبة هندسة التبريد والتكييف. موضوعنا اليوم عن الأحمال الحرارية في المباني، كيف ممكن نصمم هذه الأحمال لتحديد القدرات الكلية المطلوبة للمبنى خصوصا في التكييف المركزي. يعد المبنى مكونا مهما في الحفاظ على الطاقة من خلال الحفاظ على الطاقة الحرارية للمبنى ومنع تسريبها للخارج، ويلعب الإنشاء الموفر للطاقة دورا رئيسيا في تنظيم البيئة الداخلية من خلال سقف المبنى والأرضية والجدران والنوافذ والأبواب، ويتحكم في تدفق الطاقة بين الداخل والخارج. ويعتبر المناخ إحدى أهم العوامل التي تؤثر على تصميم المبنى، فالمناخات الحارة والجافة أو الحارة والرطبة والمعتدلة أو الباردة، كل منها له استراتيجيات تصميم مختلفة يجب أن تراعى عند الإنشاء. العامل الثاني المهم في الاعتبار التصميم هو ما يحدث داخل المبنى من أنشطة، وما هي المعدات والأجهزة المتوفرة داخل المبنى التي تولد كمية كبيرة من الحرارة، فقد تكون الأحمال الحرارية الداخلية من الأشخاص والمعدات أكبر بكثير من الأحمال الخارجية الناتجة من الشمس. يؤثر هذا على المعدلات الحرارية التي يكتسب فيها المبنى الحرارة أو يفقدها، وبالتالي نحن بحاجة إلى حساب هذه الأحمال الحرارية عشان نستطيع من خلال الأجهزة الميكانيكية في التكييف المركزي التخلص من هذه الحرارة الزائدة عن راحة الإنسان. العوامل الأساسية التي تؤثر على راحة الإنسان هي هناك 6 عناصر مهمة تؤثر على راحة الإنسان، منها 4 عناصر بيئية، وهي درجة الحرارة الجافة، وهي درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان، ومتوسط درجة الحرارة الإشعاعية، وهي المسقط أو الإسقاط الإشعاعي للشمس للمناطق التي يسقط عليها أشعة الشمس بشكل مباشر. نسبة الرطوبة، وهي الرطوبة النسبية والرطوبة النوعية وهنشوفها، وسرعة الهواء في منطقة التكييف. وهناك عنصران شخصيان هما العزل نتيجة الملابس التي يلبسها الإنسان، ومستوى حركة الإنسان نشاطه داخل حيز المراد تكييفه. ومن ثم فإن هذه الخريطة توضح المنطقة التي ممكن أن يرتاح بها الإنسان في حيز التكييف المركزي. هنلاحظ أنه الإنسان يرتاح في هذه الزونة، هذه المنطقة التي يرتاح فيها الإنسان، وبالتالي عند التصميم الحراري للمناطق المراد تكييفها فإننا نراعي أن الأحوال الداخلية للمبنى يجب أن تقع بين أو في هذه المنطقة، بين هذه الحدود. هنلاحظ أن درجة الحرارة التي يرتاح فيها الإنسان بين 26.7 حرارة جافة حتى 21.2، وتعتمد على فصل الشتاء أو الصيف. كل ما اتجهنا في هذا الاتجاه بزيادة فإننا نفضل أن تكون الدرجة في فصل الشتاء والعكس صحيح في فصل الصيف. وهنلاحظ أن الرطوبة النسبية ما بين 30 و60، هذه الرطوبة النسبية التي يرتاح فيها الإنسان، وبالتالي عندما نصمم مشاريعنا فبالتالي نصمم درجة الحرارة الداخلية بناء على هذه المنطقة، من حدود التي تحدد راحة الإنسان. من الخريطة السيكومترية ممكن تحديد خصائص الحرارية الداخلية التي يرتاح عندها الإنسان، وهي بين 26 زي ما حكينا حتى 21، ومن ثم لحساب الأحمال الحرارية للمبنى يلزم معرفة الأحوال الحرارية الخارجية. إحنا هيك عرفنا الداخلي، ممكن أنت تحددها بين هذه الحدود اللي إحنا قلناها، ومن ثم بدنا الأحوال الخارجية عشان نستطيع أن نتغلب عليها من خلال تصميمنا للأحمال الحرارية. هنلاحظ يجب تحديد درجات الحرارة الجافة وأي خاصية حرارية أخرى
لتحديد نقاط الخارجية للمناخ. احنا بلزمنا في فصل الصيف او فصل الشتاء تحديد اعلى درجات حرارة في الصيف والشتاء عشان نستطيع ان نصمم احمالنا الحرارية من خلال السيكومترية لتحديد الاحوال الخارجية. هنلاحظ من خلال الكود الفلسطيني نستطيع ان وصلنا الى هذه الجداول التي تحدد درجات الحرارة خلال السنة. خلال 12 شهر هنلاحظ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة والمتوسط الشهري للدرجة القصوى وكذلك المدى ودرجة الحرارة القصوى والدنيا وهكذا. وبالتالي احنا بنختار درجة اعلى درجة حرارة في الصيف واعلى درجة حرارة في الشتاء. هنلاحظ ان عندنا في 30 اعلى درجة حرارة او الدرجة القصوى 33.2، وبالتالي انت بتختار هذه الدرجة في فصل الصيف وبتحدد احمالك الحرارية للمبنى الخاص بك ولمشروع تخرجك بناء على تحديد اعلى درجة حرارة في فصل الصيف واقل درجة حرارة في فصل الشتاء. هنلاحظ انه اقل درجة حرارة قد تصل الى 16 درجة وممكن تصل الى 11 درجة و10 درجات وممكن ايضا درجة الدنيا لخمس درجات ممكن ان تصل في فصل الشتاء. وبالتالي اصبحت عندك المعلومات واضحة للأحوال الخارجية والأحوال الداخلية لتصميم الأحمال الحرارية للمبنى الخاص بمشروعك بناء على درجات حرارة أصبحت موجودة. وبالتالي أنت بلزمك نقطة أخرى عشان تحددها على السيكومترية أو خاصية حرارية أخرى. إحنا حصلنا على درجة حرارة لكن لا أستطيع في الخريطة السيكومترية تحديد هذه الدرجة لأني محتاج خاصية أخرى عشان أقدر أصل إلى خصائصها الكاملة على الخريطة السيكومترية وأستطيع أن أحددها. طيب في عندنا معلومات مناخية أخرى أيضا عن المنطقة السابعة. إحنا في الكود الفلسطيني تحدد المنطقة السادسة المنطقة الجنوبية من قطاع غزة أو الشرقية، والمنطقة السابعة تحدد منطقة غزة ومنطقة شمال غزة والمنطقة الوسطى. وبالتالي أنت بتحدد مكان طبيعة المبنى اللي عندك في المشروع أين يقع، وبالتالي بتحدد هل في المنطقة الشرقية الجنوبية أو في المنطقة الوسطى أو الشمالية أو مدينة غزة. عشان نحدد النقطة على الخريطة السيكومترية للأحوال الخارجية بلزمنا خاصية أخرى، وإحنا في عنا جدول موجود هان بحدد متوسط الشهري للرطوبة النسبية بالمئة، واحنا بتلزمنا الرطوبة النسبية عشان نحدد نقطة الأحوال الخارجية على الخريطة السيكومترية. وبالتالي هي المنطقة السادسة والمنطقة السابعة تحدد متوسط الرطوبة النسبية على مدار السنة. وبالتالي انت إذا كان اخترت شهر واحد في الشتاء فإن الرطوبة النسبية هتكون تقريبا 69.7، وإذا اخترنا احنا شهر سبعة أعلى درجات حرارة في الصيف هتكون الرطوبة النسبية 55.5، وهكذا أصبحت عندك المعلومات التصميمية للأحوال الداخلية أنت بتحددها بناء على زونة الراحة، والأحوال الخارجية بتحددها بناء على هذه الجداول التي حصلنا عليها من الكود الفلسطيني الموفر للطاقة. يتم تحديد أكبر درجة حرارة في فصل الصيف وكذلك درجة حرارة في فصل الشتاء لعمل حسابات الأحمال الحرارية. فمثلا نختار أعلى درجة حرارة في القصوى صيفا هي 31.9 درجة والرطوبة النسبية 61.9 لشهر 8، وكذلك للشتاء لشهر 2 فبراير 5.7 درجة مئوية كانت أقل درجة عند رطوبة 68%. وهكذا أنت بتحدد أحوالك الخارجية والداخلية عشان نبدأ نصمم الأحمال الحرارية ونبدأ نشتغل في الحسابات الأخرى. سرعة الهواء وجد أن في حالة زيادة درجة حرارة الهواء فإنه يلزم الزيادة في سرعة الهواء، كل ما رفع درجة الحرارة تزداد تطلب من المكيف أن يزيد سرعة الهواء وبالتالي بنخفف درجة حرارة بناء على السرعة. تمام، وتوصل بسرعة تقريبا 30 قدم لكل دقيقة وهي تعادل تقريبا 50 متر لكل دقيقة. سرعة الهواء متوسط درجة الإشعاع كثيرا ما يشعر الإنسان الأشخاص الذين يكونون بجانب الجدران الباردة والأسطح الزجاجية ببرودة أكثر بالرغم من أن درجة حرارة الوسط المحيط في حدود المنطقة الراحة. أما العنصران الشخصيان هما العزل نتيجة الملابس، وأنتم عارفين أنه إحنا كل ما لبس الإنسان أكثر كل ما شعر بالحرارة أكثر، وكذا مهم جدا هذا نعرف إحنا طبيعة اللي هو الملابس التي
يستخدمها الإنسان صيفا أو شتاء. مستوى نشاط الشخص في المكان، المكان المكيف يجب معرفة النشاط الداخلي، هل هي صالة أفراح، هل هي صالة رياضة، أم هو مكتب شخصه. بالتالي تختلف في الأمور بحسب طبيعة النشاط، لأن الحرارة المتولدة من الشخص تزداد كلما زادت حركته أو نشاطه في المكان. طيب كيف بدنا نعمل تخمين الأحمال الحرارية أو تصميم الأحمال الحرارية؟ اكتساب أو فقدان الحرارة لحيز التكييف يقصد به كمية الحرارة التي تدخل أو تخرج لحظيا من الحيز، والحمل الحقيقي للحيز يعرف أنه كمية الحرارة تضاف أو تفقد لحظيا بواسطة الحيز. وتنقسم أحمال حرارية إلى أحمال تبريد، وذلك صيفا بكون عندما تكون الأحمال الحرارية المختلفة تضيف أو تزيد من درجة حرارة المكان أمراض تكييفه. وفي عندنا حمل تسخين، وذلك يكون شتاء، التسخين يكون شتاء والتبريد يكون صيفا. تمام، واحنا بلزمنا انك انت تصمم احمال تبريد واحمال تسخين. تمام، هنلاحظ انه الاحمال التبريد هتكون القدره تبعتها اكبر من احمال التسخين، وبالتالي احنا بنعتبر انه نتائج احمال التبريد في فصل الصيف هي المهمه لنا، لانه هنلاحظ انه كميه الطاقه التي يتم حسابها اكبر من عملية التسخين في الشتاء. يمكن تقسيم مصادر حمل التبريد إلى نوعين، الأحمال الخارجية، في عندنا أحمال خارجية هنشوف ما هي الطاقة التي تدخل من الخارج المبنى إلى داخل المبنى، هذه تسمى أحمال خارجية. تمام، وفي عندنا حاجة تانية هي أحمال داخلية، وهي كل شيء موجود داخل المبنى يولد طاقة حرارية. بدنا نحسب هذه الحرارة سواء من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج أو الطاقة المتولدة داخليا داخل المبنى. الأحمال الخارجية هي الحرارة المنقولة من الخارج إلى الداخل خلال الجدران، السقف، الأرضية، وذلك من خلال التوصيل الحراري المباشر. وإلها قاعدة احنا خدناها قبل هيك اللي هي الفيو بتساوي السميشن يو في المساحة، في اللي هو الدلتا تي فرق درجات الحرارة ما بين الداخل والخارج. تمام، في اللي هو دلتا يو اللي هو معامل الحراري الكلي للجدار أو السقف أو الأرضية. الحرارة المنقولة من الخارج والناتجة من تأثير الشمس في بعض الأسطح أو الجدران معرضة لسطح الشمس بشكل مباشر، ويكون عادة في الجهة الشرقية أو الجنوبية أو السقف، وبالتالي يراعى في الحالة هذه لحسابات خاصة تضاف إلى لحسابات الأحمال الخارجية من خلال الجدران، إضافة أخرى من خلال هذا القانون وهنشوفه بتفصيله، هو عبارة عن مساحة هذا الشباك أو الجدار مضروبة في شدة اللي هو الإسقاط الشمسي وبنحصل عليها من الجداول، والأس سي هو التضليل من خلال جداول حسب تضليل النوافذ أو الشبابيك. الحرارة المنقولة بالتوصيل الحراري عن طريق الجدران والأسقف المعرضة بالمباشرة بالشمس، نفس الشيء ممكن إن احنا نحسب بهذا القانون النوافذ، وبهذا القانون ممكن نحسب فيه اللي هو الجدران المعرض للإسقاط الشمسي أو الراديشن الإشعاعي بشكل مباشر. إذا احنا في عندنا الأحمال الخارجية من خلال الجدران والشبابيك، تمام، والأسقف والأرضيات كلها، ومن خلال الجدار أو الشبابيك المعرضة للإسقاط الشمسي مباشر. إسقاط الشمس مباشر من خلال هذا القانون نحسب اللي هو الشبابيك أو النوافذ، ومن خلال هذا القانون نحسب اللي هو الجدار المعرض للإسقاط الشمسي. طيب في شيء تاني؟ نعم، الحرارة المنقولة من الخارج إلى الداخل عن طريق التسرب أو عن طريق التهوية، وفي هواء داخل نتيجة فتح وإغلاق الشبابيك أو الأبواب أو التسريب أو التهوية لداخل عن طريق التكييف. هذه الحرارة تعتبر أو هذا الهواء الذي يدخل إلى الحيز يحمل طاقة حرارية سواء كانت بالساخن أو بالبارد، يجب أن توضع في الاعتبارات وتنقسم إلى حرارة محسوسة في علاقة بدرجة الحرارة زي ما أنتم شايفين، أو حرارة كامنة ولها علاقة بدلتا الرطوبة النوعية. تمام، طب ما هي الأحمال الداخلية التي تولد حرارة داخل المبنى؟ حرارة ناتجة عن الأشخاص الموجودين في المكان. الحرارة المحسوسة تنقسم إلى حرارة محسوسة من الشخص والحرارة الكامنة من الشخص نفسه. تمام، ونجيب إحنا بعض من المعايير من خلال جداول وحنشوفها الحين لاحقا. الحرارة الناتجة عن الإضاءة والكشافات واللمض الموجودة في المكان
تولد طاقة حرارية، تمام، حسب قدرة كل جهاز وعددهم وبمعاملات أخرى هنشوفها حسب طبيعة اللمبات الموجودة. الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية أو الحرارية، هنلاحظ أن المختبرات الموجودة اللي فيها أجهزة كهربائية هنلاحظ أن تولد طاقة حرارية كبيرة، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار في زيادة قدرات التكييف لهذه المختبرات، منها للحفاظ على الحرارة الداخلية الطبيعية بناء على المواصفات الحيز الراحة، ومنها للحفاظ على الأجهزة، تمام، وتؤخذ في الاعتبارات بناء على قدرة الجهاز، وعن نقص القدرة أو الكفاءة في قدرة الجهاز بعدد الأجهزة كلها الموجودة في المكان، تمام. وبالتالي احنا بنجمع كل هذه الحسابات عشان في الأخير نطلع الكيو الكلية التوتال لكل المبنى، لكل المبنى، عشان نقول للمصمم احنا محتاجين جهاز بقدرة كذا، مثلا 100 أو 150 طن تبريد أو أكثر أو أقل، بناء على الأحمال الحرارية اللي احنا حسبناها هذه كلها، هي أحمال خارجية أو أحمال داخلية، تمام. وممكن في ناس تانية قسمت الأحمال الحرارية إلى أحمال محسوسة وأحمال كامنة، تمام. أحمال محسوسة كل ما له علاقة بتأثير على درجة الحرارة، مثل اللي هو الحرارة المنقولة من خلال الجدران والشبابيك، والحرارة المنقولة من الخارجية من خلال تأثير الشمس على الشبابيك وعلى الجدران، والحرارة المنقولة من خلال التسريب الجزئية هذه بس، لأن الحرارة الكامنة بتروح في الجزئية الثانية هان، تمام. وبالنسبة للأحمال الداخلية، من رائع أن الأشخاص عندهم حرارة محسوسة تحسب في هذه الجزئية، وفي عندهم حرارة كاملة تحسب في الجزئية الثانية، أما الإضاءة والأجهزة تعتبر طاقة محسوسة وتحسب ضمن الأحمال المحسوسة. وهذا الأمر أيضا له حساباته وله أهميته، وهنشوفها لإيش ممكن الاستفادة منها. حساب أحمال التبريد، اعتبارات التصميم الابتدائية لحساب حمل التبريد، يلزم معرفة الآتي: خصائص المبنى، طبعا احنا بلزمنا خصائص المبنى، نعرف يجب معرفة خصائص المواد البناء عشان بدنا نعمل اللي هو نحسب المقاومة بتاعتها الحرارية، ونشوف لكل جزء من هذا من أجزاء المبنى طبيعة الحجارة المستخدمة، طبيعة الطوب المستخدم، طبيعة المواد المستخدمة في البناء، عشان احنا نحسب. كذلك معرفة البيانات الجوية للمنطقة، ومنها يمكن تحديد بعض المتطلبات الأخرى. طبعا المبنى موجود على المنطقة الشمالية يختلف عن المنطقة الوسطى، يختلف عن المنطقة الجنوبية، واحنا شفنا المنطقة السادسة والمنطقة السابعة في الأحوال الحرارية تختلف عن بعضها، وبالتالي المنطقة موجود مبنى موجود على البحر في رطوبة زائدة غير عن مبنى موجود في الداخل، وبالتالي تراعى هذه خصائص المبنى. المدة وزمن تواجد الأشخاص، كذلك فترة عمل الإضاءة، طبعا هذا كله بيأثر على الأحمال، لأنه مكتب بيشتغل الساعة 3 غير مبنى سكني متواجد فيه الأشخاص على مدار 24 ساعة من إضاءة ومن أجهزة والمعدات كلها شغالة، تمام. أحمال التبريد للحيز، ما حكينا يمكن تقسيم أحمال التبريد خارجية، أولا اللي هو الكسب الحراري بسبب انتقال حرارة بالتوصيل خلال الجدران والأسقف. الحرارة المكتسبة عبر الحائط أو الجدار هي عبارة عن مجموعة الحرارة المتنقلة بصورة منتظمة من الخارج إلى الداخل نتيجة لفرق درجات الحرارة بين الداخل والخارج، والحرارة المنتقلة بصورة غير منتظمة نتيجة لاختلاف في كمية الإشعاع الساقط على الجدار، تمام. في عندنا نوعين حكينا، النوع اللي هو الانتقال المباشر للطاقة الحرارية من الخارج للداخل من خلال الجدران والأسقف والأرضيات، والحرارة المنتقلة الغير منتظمة من خلال الإسقاط الشمسي أو الإشعاعي للجدار الجنوبي والشرقي، تمام. تعيين الحرارة المكتسبة خلال الجدران أو الحوائط المحيطة بالحيز نتيجة الفرق في درجات الحرارة بين الداخل والخارج، هنلاحظ أن الكيو بتساوي سميشن اليو في الاريا المساحة في دلتا اللي هو الفرق درجات الحرارة ما بين الداخل والخارج، دي اللي هو داخل وهذه درجة الحرارة الخارجية وهذه المساحة، ودلتا يو هو معامل حرارة كلي للجدران، سميشن كل معاملات التوصيل الحراري، وهنشوفها كيف ممكن نحسبها في مثال لاحق. البيان
في طبعا، واحنا بنلاحظ انه قد تكون في اللي هو معامل توصيل حراري بالحمل من جهة الجدار من الخارج، اذا كان في حركة للرياح على الجدار بالتالي تؤخذ في الحساب اللي هو معامل توصيل حراري بالحمل ايضا ضمن حساباتنا. اذا كان الهواء ساكن مع حائط افقي او ساكن مع حائط افقي الى اسفل او الى اعلى او افقي او كل الاتجاهات، الهواء يتحرك في كل الاتجاهات الاقطاعي، فان قيمه اتش تتغير بناء على هذه المعطيات. معامل التوصيل الحراري للطوب المستخدم في المبنى الاقطاعي، هذا الامر لان الطوب العادي يختلف عن الطوب الخرساني او البلاط او الحجاره او المونه الاسمنتيه او المونه الجبسيه، كل هذا يراعى في اعتباراتنا في حساباتنا لتحديد الاحمال الحراريه للتوصيل المباشر بين الجدران او خلال الجدران والاسقف والارضيات. يجب ان نراعي طبيعه الطوب المستخدم وبالتالي تحسب في حساباتنا. ليش؟ عشان نجيب اللي هو قيم هذه الموجوده سمشن اكس على كي اللي هو سمك الطوب المستخدم على اللي هو معامل توصيله. معامل توصيل منين نجيبه؟ هيو هذه كل الارقام معامل التوصيل. طب انا مستخدم حجر قدسي ومستخدم اللي هو طوب عادي وفي عندي مش عارف طبقه اسمنتيه اللي هي الاكساره، انا بالتالي بدي اجيب الاولى والثانيه والثالثه، تجيب اكس للحجر القدسي على الكي تبعته زائد الاكس للطبقه الاسمنتيه على المعامل التوصيل تبعها زائد الاكس اللي هو للطوب العادي على المعامل التوصيل تبعهم واجمعهم سميشن تبعهم على اللي هو 1 على اتش اللي هو المعامل التوصيل الحراري للحمل للهواء داخل المبنى، اذا كان في حركه هواء داخل المبنى مروحه اي شيء داخل المبنى، وده ما فيش تلزمش، وحركه الهواء خارج المبنى معامل التوصيل الحراري خارج المبنى. هذه ممكن نجيبها من وين؟ من الجدول اللي احنا شفناه، هي حسب طبيعه وسرعه الهواء خارج المبنى، وبالتالي من تجمع هذا الكلام وبتعمل مقلوبه بيطلع عندنا اللي هو قيمه اليو عشان نحطها في القانون اللي هو ايه؟ اليو تساوي سميشن اليو في الايه؟ في دلتا تي. اصبحت عندي هذه موجوده، ومساحه الجدار اللي انت حسبته تحسب لكل جدار على حده، لكل جدار على حده، جدار الشمالي والجنوبي والشرقي، والارضيات والسقف، كل جدار نحسب له على حده عشان نجمع المجموع الكلي للغرفة الواحدة ومن ثم للمبنى ككل. مبنى ككل. تعال نشوف مثال للحائط الموضح أدناه أوجد معامل انتقال حراري U إذا كان معامل انتقال الحرارة بالحمل للأسطح الخارجية الجد معطيني الـ H، ومعامل انتقال الحرارة للأسطح الداخلية معطيني اللي هو الـ H الداخلية. زي ما أنتم شايفين فرضا إن عندك جدار ذو مساحة متساوية وفي عندك مونة جبسية وطوب عادي وصوف زجاجي، هذه كلها موجودة ضمن جدار واحد، جدار، ولنفرض أنه هذا الجدار الشمالي في غرفة المراد تحديد القدرة التكييف الحرارية تبعتها، تمام؟ وبالتالي احنا مطلوب نجيب اللي هو فرضا كيو، هو طالب هنا يو بس احنا بدنا نجيب اللي هو قيمة كيو الحمل الحراري، وبالتالي عشان هيك بيلزمنا تحديد اللي هو سميشن اكس على كي الهن كلهن، تمام؟ بتجيب اللي هو للطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، على كل منها بتجيب قيمة الكي من وين؟ من الجدول اللي احنا شفناه فوق حسب معامل التوصيل الحراري لكل مادة من هذه المواد، وبتجيب المجموع الكلي الهن، وبالتالي بتضربه في المساحة في فرق درجات الحرارة ما بين الجدار من الداخلي والخارجي، وبنوجد قيمة كيو في اللي هو القانون هذا لإيش؟ للجدار الواحد. وكذلك تبدأ في الجدار الثاني والثالث والرابع حتى ايش؟ الأرضية والسقف، وبالتالي يكون عندك الأحمال الحرارية فقط الانتقال المباشر موجودة ضمن حساباتنا، تمام؟ زي ما أنتم شايفين أوجد اللي هو قيمة كل منها السمك على اللي هو المعامل التوصيل، السمك على معامل التوصيل وجاب المجموع الكلي، وعندنا 1 على اتش معطينها في السؤال الداخلية والخارجية زائد المجموع هذا كله، أوجد القيمة هذه كلها مقلوبها طبعاً تقلبها عشان تطلع عندك قيمة اللي هو يو، 1 على هذه القيمة اللي طلعت عندنا هان تقلبها وتقسم وبتطلع عندك اللي هو 0.4 واط لكل متر تربيع في كلفن، تمام. خلصنا الانتقال الحراري المباشر من خلال الجدران
ومن خلال اللي هو الشبابيك. طبعا انت بتحسب هناك الجدران وتحسب للشبابيك والارضيات والابواب والسقف، كل جدار او كل جزئيه على حده. تمام. الحراره المنقوله من الاشعاع الناتج من الشمس ضروره حساب الاحمال الحراريه للجدران والشبابيك التي تتعرض للاسقاط الشمسي. درجة حرارة الشمس والهواء هي درجة حرارة وهمية تعبر عن قيمة درجة حرارة الهواء الخارجية، والتي في غباب أشكال تبادل الإشعاع تعطى نفس معدل انتقال الحرارة خلال السطح الخارجي. وبالتالي زي ما أنتم شايفين إحنا بنحكي عن الراديشن، عن الإسقاط الشمسي لبعض من الجدران اللي قد تكون فيها إسقاط شمسي مباشر. تمام. شرط أساسي ما يكونش في مبنى جنبها يمنع الاسقاط الشمسي، يعني في الجهه الجنوبيه والشرقيه في متسع عشان يكون في اسقاط شمسي على اللي هو ايه على الجدران. وبالتالي بدك تعمل حسابات اضافيه لهذه الجدران من خلال اللي هو تحسب الدلتا تي، عندنا اللي هو دلتا تي ما بين درجه الحراره الخارجيه وبين درجه الحراره اللي فيها اسقاط شمسي، فيها ايه اسقاط شمسي. وبالتالي في فرق درجات حرارة ما بين الخارجية على بعد متر من الجدار وما بين الملامسة للجدار تماما، تقريبا عندنا في فلسطين ما بين 5 حتى 7 درجات. وبالتالي في مشروعك انت بتحدد ما بين 5 و7 درجات اللي هو الدلتا تي اس، بتحددها ما بين هذه، وبالتالي اصبحت عندنا هذه الدرجة موجودة ومساحة الجدار عندك موجود ودلتا تي عندك موجودة، وبتوجد كيو للجدار اللي فيه اسقاط شمسي او في اللي هو ايه التأثير إشعاعي من سطح الشمس. طبعا هذه حسابات إضافية غير حسابات الانتقال الحراري المباشر من خارج للداخل، احنا بنحسب اللي هو اسقاط شمسي في المنطقة هذه تماما. تمام. وبالتالي بتعوض في هذا القانون اللي هو اليو في الاي مساحة السطح المعرض في دلتا تي اس. دلتا تي اس هيها موجودة عندك هنا من 5 ل 7 درجات بتحددها. تمام. وبتشتغل عليها. بالنسبه للشبابيك بتحدد، طبعا هذا القانون ممكن تشتغل عليه للشبابيك وممكن تشتغل عليه للابواب للجدران. وفي قانون ثاني ايضا ممكن استخدامه اللي هو المساحه السطح في شده الاسقاط الشمسي على الجدار في معامل التضليل. تمام. وشده الاسقاط الشمسي والاشعاع الشمسي بنجيبه من جداول، ومعامل التضليل فيه له جداول خاصه في الكود الفلسطيني، وهنشوف او في الكود المعنى اللي هو جدول معامل التضليل حسب عدد الالواح الشبابيك. 1 عادي مع طبقه عاكسه، 2 مع طبقه عاكسه، وهكذا تحدد مع الصاله الداخليه بدون تضليل عشان تحدد اللي هو قيمه اللي هو ايه قيمه اللي هو معامل التضليل اللي هو الاس سي. هذا زي ما انت شايف بتحدده حسب طبيعه اللي هو عادي ولا 2 ولا عدد الالواح اللي هو الموجوده للشبابيك. في شبابيك لوح او لوحين مضغوطات، وفي بيكون فيها طبقه عاكسه او بيكون فيها سطاره داخليه او بدون تضليل، بتحدد القيمه اللي بدك اياها في المبنى المشروع تخرجك. انت بتحدد اللي انت بتلقاه مناسب لمشروعك. شده الاسقاط الشمسي اللي هي اي هذه زي ما انتم شايفين دبليو على امتى على كل متر تربيع بتحدده من القيم الموجودة هان. دلوقتي تحكي انت الاتجاه اللي هو جنوب شرق غرب شمال افقي، الشهر 9 10 5 او 7 4 8 زي ما انتم شايفين الوقت تقريبيا. شدة الاسقاط الشمسي هيو زي ما انت شايف، هذه اللي هو شدة الاسقاط الشمسي او تقدم المتوسط او القيمة اللي انت بتراها مناسب حسب طبيعة مشروعك، حسب طبيعة اللي هو المشروع تبعك. وهي في قيم أخرى موجودة حسب للشبابيك، هذه طبعا هذه للجدران وهذه للشبابيك. إذا كان بدك تشتغل على هذا القانون القانون هذا بدكش تشتغل على هذا القانون أنت حر، اشتغل على هذا القانون لحساب الإسقاط الشمسي على الشبابيك والأبواب. هي قيمة اللي هو أس، قيمة اللي هو الإسقاط الشمسي إذا كان زجاج مفرط أو زجاج مزدوج، وأنت بتشوف حسب طبيعة مشروعك بتحدد القيمة. وفي المساحة عندك موجودة وقيمة التضليل انت بتختارها من هان، وبالتالي اصبحت القيمة هذه عندك موجودة للشبابيك، وممكن تحسب للجدار المعرض لإسقاط شمسي مباشر. بنكمل حمل حراري من التسريب الهوائي، واحنا حكينا حمل حراري تسريب الهوائي منقسم الى حمل تسريب هوائي او تهوية، وفي ناس بتعتبر انه التهوية
هي نفسها التسريب، لكن انا ارى انك تحسب في مشروعك للتهوية لحال، وتحسب نسبة التسريب الهوائي لحال. التسريب عبارة عن حجم الغرفة، حجم الغرفة ضرب معدل تغيير الهواء، معدل تغيير الهواء في الغرفة، كم مرة هنغير الهواء في الساعة، تقسيم اللي هو 3600. يعني هتقول لي ايش معدل تغيير الهواء، هنجيبها من الجدول حسب طبيعة استخدام المبنى، غرفة طعام، معامل، مكاتب، مكتبات، بعطينا معدل اللي هو تغيير الهواء. طب ايش 6 10؟ انت بتختار من ما بين 6 حتى 10 حسب ما تراه مناسب، حسب طبيعة اللي هو المكان واللي هو التكلفة. كل ما زاد معدل تغيير الهواء، كل ما كانت تكلفة التكييف أكبر ما يكون، وبالتالي أنت بتحدد، عشان نحدد اللي هو قيمة التسريب في المبنى أو في الغرفة اللي أنت بتعملها أحمال حرارية. طيب كيف ممكن نحسب اللي هو كمية الهواء في التهوية، كمية هواء التهوية المطلوب للمكان؟ من خلال طريقتين، على أساس معدل تغيير هواء الغرفة في الساعة زي ما احنا شفنا فوق، وعلى أساس اللي هو عدد الأشخاص المتواجدين في المبنى. تمام، على أساس معدل تغيير الهواء الغرفة في الساعة، كمية الهواء المطلوبة، عدد مرات تغيير الهواء ضرب اللي هو حجم المكان، بيحدد اللي هو قيمة اللي هو كمية الهواء المطلوب للتهوية. وهذا القيمة احنا مهمة جدا عشان نحدد فيها كتلة الهواء، واحنا من غير كتلة الهواء لا نستطيع ان نكمل حساباتنا السيكومترية، عملية السيكومترية كما حكينا في المحاضرة السابقة. وتختلف عدد مرات تغيير الهواء للمكان تبعا لاختلاف نوع واستخدام طبعا المبنى. الطريقة الثانية وهي الطريقة المناسبة أكثر، هي كمية الهواء المطلوب للتهوية تحدد كمية الهواء اللازم لكل شخص مكان. يعني تحدد مثلا على سبيل المثال قاعة اجتماعات، أكثر أشخاص أو عدد الأشخاص الأقصى الممكن أن يكونوا متواجدين في الاجتماع، هنقول مثلا 50 شخص مثلا، بنقول بزيادة 10 60 في حالة أنه إحنا صار في عندنا زيادة، ضرب عدد الأشخاص. تمام، كمية الهواء اللازمة لكل شخص بتحدد حسب طبيعة استخدام المبنى، مصانع، مستشفيات، فنادق. تمام، في عندنا الحد الأدنى والحد المفضل، تختار هذه القيمة أو بتحددها بناء على إيش اللي هو عدد الأشخاص والمعدلات التهوية لكل شخص، وبتحددها اللي هي 7 لتر لكل ثانية. فعدد الأشخاص بحدد اللي هو قيمة أو كمية الهواء المطلوبة للتهوية، وهذه القيمة احنا مهمة جدا عندنا. ليش؟ عشان نوجد منها كتلة الهواء فيما بعد من خلال السيكومترية. ليش؟ عشان نقسم حجم الهواء اللي احنا حصلنا عليه على اللي هو الحجم النوعي من الخريطة السيكومترية. تمام، بنجيب الحجم النوعي للهواء الخارجي بنقسم عشان نوجد معدل التغيير في الكتلة، أصبحت عندنا معدل الكتلة متواجدة. بناء على ذلك أنت بتوجد اللي هو نقطة الخلط، وبتوجد حسابات أخرى في العملية السيكومترية كما تكلمنا في المحاضرة السابقة. طيب في عندنا مكتب أبعاده الداخلية 8 × 6 × 3 مكيف عند إحداثيات، هي معطينا إياها للخريطة السيكومترية. أوجد الحمل المحسوس والحمل الكامل والحمل الكلي للتهوية باعتبار معدل تغيير هواء الغرفة. طبعا احنا معدل تغيير هواء الغرفة احنا ممكن نحسبها مباشرة، لكن هو بده اللي هو الطاقة الكامنة والطاقة المحسوسة للهواء التهوية، اللي احنا بنجيب هواء من بره، وبالتالي هذا الهواء الخارجي أو التهوية لازم نحدد فيه كمية الطاقة اللي فيه الحرارية الكاملة والمحسوسة. تمام، بناء على الإحداثيات اللي أعطانا إياها هذه، تمام، هذه الإحداثيات اللي إحنا بالخارجية والداخلية هي 40 و24، إحنا بنرصد بنحدد النقطة الأولى وبنحدد النقطة الثانية كما تكلمنا في المحاضرة السابقة، فاكرين؟ ارجع للمحاضرة على اليوتيوب، وبالتالي على صفحة اليوتيوب على مسلم بالإنجليزي بتلاقي كيف احنا بنحدد اللي هو ونستخدم خريطة السيكومترية لتحديد الخصائص، في تفصيل كامل عن هذا الموضوع. وبالتالي احنا حددنا 24 وحددنا 40، حددنا النقطة الأولى وحددنا النقطة الثانية. تمام، بنشوف النقطة المشتركة ما بينهم، بنمد هذا بزاوية قائمة من النقطة اللي هو الخارجية، وفي عندنا زاوية قائمة هنا بالسير. تمام، وبالتالي لاحظ حاجة واحدة، انه هذا الجدار الموجود هان، هذا الجدار بيأثر وبيأثر على الرطوبة، متعرفين في هنا حاجة اسمها الرطوبة النوعية. هان لاحظ ان الرطوبة كانت N صارت O، بالتالي هذا الجدار في دلتا أوميجا هان موجود.
إذا هذا الجدار بيحدد لنا اللي هو إيه؟ بيحدد لنا الطاقة الكاملة، وإحنا عارفين الطاقة الكاملة التي تؤثر على الرطوبة، حكينا هذا الكلام قبل إيه؟ لاحظ إنه N وR هذا الجدار تأثيره وين؟ على الحرارة المحسوسة 24 و40. إذا هان من خلال هذا الجدار إحنا بنحدد اللي هو الطاقة الحرارية المحسوسة. لاحظ إنه مد الخط للأعلى عشان يجيب دلتا اتش هان ويجيب دلتا اتش في الجزئية هان، تمام؟ إذا دلتا اتش الموجودة هان ودلتا اتش الموجودة هان بتحدد لنا من خلالها الطاقة المحسوسة والطاقة الكاملة. لكن في الأول بنجيب معدل سريان الحجم للهواء اللي هو الطول في العرض في الارتفاع ضرب 5. ايش الخمسة؟ معدل تغيير الهواء اعطاني اياها في السؤال، تمام؟ على 3 6 0 اوجدنا الحجم المطلوب، معدل سريان الحجم. في مشروع تخرجك بدك تشوف، بدك تجيب معدل السريان الحجمي من خلال عدد الاشخاص الاقصى الموجود في كل مكان، في كل غرفة من الغرف اللي عندك، من خلال عدد الاشخاص وكل شخص قديش هو بتنفس هواء، قديش بيلزمه هواء، وبالتالي المجموع الكلي بتجيب لكل غرفة كمية الهواء، الحجم الهواء أو معدل السريان الحجمي لكل غرفة. طيب ليش؟ عشان أجيب الكتلة. طب كيف بدي أجيب الكتلة؟ بدك تجيب الكتلة من خلال هذه النقطة، هذه النقطة بدك تجيب اللي هو إيه؟ الحجم النوعي، الحجم النوعي بتمد منها بتلاقي هنا في خط، هنا بوضح لك الحجم النوعي اللي هو عبارة عن 0.9 الحجم النوعي. بنروح بنقسم الحجم عن الحجم النوعي، انت عارفين الحجم النوعي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن الحجم على كتلة، فلما بتروح حجم مع حجم بتضل كتلة تحت تطلع فوق، بصير عندي كتلة اللي هو 0.22 كيلو جرام لكل ثانية، تمام؟ طيب نرجع بعديه، حصلنا على الكتلة، بدنا نجيب دلتا اتش اللي حكينا عنها الأولى الكامنة ودلتا اتش المحسوسة ودلتا اتش الكاملة، فاكرين هاي دلتا اتش ما بتجيب هذه القيمة وبتجيب هذه القيمة، هاي القيمة هاي زي ما أنت شايف، هاي القيمة اتش الأولى جبناها، وهي الاتش الثانية جبناها، والاتش الثالثة بتجيبها من الخريطة السيكومترية. مش عارف كيف تستخدم الخريطة السيكومترية؟ ارجع للمحاضرة السابقة الموجودة على اليوتيوب صفحة علاء مسلم، ارجع على هذه المحاضرة واحضر كيف ممكن نحدد هذه النقاط، وبالتالي احنا أوجدنا دلتا اتش الأولى ودلتا اتش الثانية، أوجدنا الطاقة التهوية المحسوسة والطاقة الكامنة للتهوية. طب مجموعة التنتين بتطلع حمل التهوية الكلي، حمل التهوية ايه؟ الكلي، تمام. طب انا ما بديش اشتغل مثلا، هو طالب بدوش الحمل الكامل الحمل المحسوب، بده الحمل الكلي. الحمل الكلي هيها دلتا اتش كلها، خد من النقطة هذه حتى النقطة هذه، يعني فرضا هذه 14 وهذه 7، تمام؟ 14 و7 نطرح 14 من 7 بضل عندي 7، بضربها في الكتلة اللي طلعتها هان تطلع عند الحجم الكلي، هي مباشرة زي ما أنت شايف، هاي الكتلة ضربت أنا طرحت التنتين من بعض طلع عندي 5، هو نفس الرقم اللي طلعت المجموع التنتين، هو نفس الرقم، تمام؟ نيجي عندنا بنكمل اللي هو جزئية اللي هو الأحمال الداخلية، بدنا نشوف إيش في أحمال داخلية داخل المبنى، داخل كل غرفة على حدة، بدك تشتغل كل غرفة على حدة. ومن تم مجموع الأحمال الحرارية كل هيئة للغرف هي المجموع الحرارة المطلوبة للمبنى ككل، كالمبنى ككل، تمام. الأحمال الإضاءة إيش في عندنا؟ لمض موجودة داخل المكان عددهن، تمام، في قدرة اللمبة الواحدة قديش قدرتها في معامل حسب طبيعة اللمبة، هل هي لمبة فلورسنت بدك تحط اللي هو من 1.25 تختار حتى 1.30، تختار 1.25 وريح نفسك. هذا للمعامل اف، اذا كان مثلا نيونات، اذا كان عندك لمبه نيون او ليدات بتحط اللي هو 1.25، اذا كان لمبه عاديه بتكون هي 1، لمبه عاديه تعتبر القديمات تعود زمان، تمام. والدلتا اف هذا معامل التباين اللي هي اذا كان فيها الوان مش الوان، في لمض بتكون حمراء وزرقاء ومش عارف ايش، بتختلف باختلاف اللي هو دائما تحطها 1 لانه قليل جدا بتستخدم اللي هو ايه الملونات. زي ما انتم شايفين هذه كلها تعتبر فلوروسنت، عباره عن ليونات مختلفه الايه الانواع، تمام. تعال نشوف مثال بسيط، احسب الحمل الحراري الناتج عن الاضاءه، اذا يوجد 50 لمبه يعني عددهم قديش؟ 50. طيب قدره كل منها قديش؟ 100. وفي عندنا 20 لمبه فلوروسنت نيونات قدره كل منها 40، بدك تحسب لل 20
وتحسب ال 50، تحسب ال 20 وتحسب ايه لل 50، فاعطوه 50 ضرب 100 تمام، زائد اللي هو ايه اللومط اللي هو النيونات البيروسين اللي هي 40 ضرب 20 عددهن ضرب المعامل اللي حكيت لك عنه عشان هنيون 1.25. هتقول لي من وين جبته؟ هيو لان هذا قيمه اف، لانه القانون فيها هنا اف. طب ليش ما عملناش هنا فيها الها؟ لانه هنا نعتبره هذا اللومض عاديه، قيمه اف من اللومض العاديه 1 تمام، وبتطلع المجموع، وبالتالي اصبح عندنا اللي هو القيمه الحراريه لهذه اللومض، الطاقه اللي بتنتجها حراريا اصبحت معروفه، وبالتالي انت عندك في مشروعك كل غرفه من الغرف اللي عندك في المشروع بتحسب لها الطاقه الحراريه الناتجه من اللومض. في عندي حاجه تانية، الحراره المكتسبه للاشخاص، قديش الحد الاقصى من الاشخاص الموجودين داخل المكان؟ هتقول لي هو الشخص منتج حراره كتير، منتج حراره، وبالتالي هتلاحظ انه في الصالات الافراح والاجتماعات بتكون عندما يكون الصاله فارغه في بروده، لكن عندما تنشغل اشغال كامل بالاشخاص الموجودين داخل هذه الصاله او قاعه الاجتماع او حتى المساجد، بتلاقي اصبحت الحراره والدفء موجود في المكان تمام. في عندنا قانون، هذا القانون بيقول لك كيو ان عدد الاشخاص في الكيو الحراره الناتجه من الشخص الواحد في معامل تضليل تمام. طيب منين نجيب الحراره المحسوسه للشخص وحراره كامل؟ هذا القانون نستخدم للطاقه الناتجه من الشخص الحرارية الكاملة، ونفسه يستخدم للطاقة الحرارية الناتجة من الشخص للطاقة المحسوسة تمام. بتفرق عندنا لو كيو ان او كيو ال تمام. او طب منين نجيبهن؟ في عندنا جدول حسب طبيعة استخدام المبنى، هل هو الاشخاص جالسين بيمشوا يزاول عمل متوسط يجلس ويعمل عمل خفيف وهكذا، الحرارة المحسوسة لكل شخص والحرارة الكاملة لكل شخص والمجموع تمام. إذا بناخد 66 و31 وبنضرب هنا بس أول عددهم في 66 في اللي هو معامل تضليل واحد مثلا، وتحطه دائما واحد وتريح نفسك، وأن اللي هو عددهم في 31 في معامل تضليل، بنوجد اللي هو القيمة الحرارية الناتجة من الأشخاص. طب هتقول لي طب هو أربع عبارة عن مكتب فيه أربع مكاتب داخلية، يعني أربع أشخاص ماشي، لكن قد يكون في عندنا ناس بتراجع في المكتب، وبالتالي بيكون المكتب مش 4 16 في بعض الاحيان، وبالتالي بتحسب اللي هو التكييف لاكبر او اقصى عدد ممكن ان يتواجد في المكان. هاي معامل التباين حكينا عنه، التضليل بالنسبه للاشخاص والاضاءه تمام. اذا كان مكاتب فمعامل التضليل للاشخاص هي من كذا لكذا، واذا كان اضاءه اللي حكينا عنها قانون اضاءه من كذا لكذا، الشقق الفنادق كذلك، المحلات التجاريه مصانع. طب انا في عندي شيء مش موجود هنا، بختار اقرب شيء له، اقرب شيء له مثلا تمام، يعني مثلا مستشفيات مثلا معامل اضاءه، اقرب شيء لها الفنادق مثلا، باخذ مثلا اللي هو معامل تباين للفندق اقرب للمستشفيات اذا كان مش متوفر عندي في هذا الجدول. تعال نشوف السؤال، احسب الحمل الحراري الكامل والمحسوس والكلي الناتج عن الأشخاص إذا كان عدد الأشخاص 100 ويزاولون عمل بسيط ومتواجدين جميعا، ويعطيك معامل تضليل واحد ورايح نفسه تمام. بقول لك تعيين حرارة محسوسة يعطيها الشاغل المكان بالمعادلة، الشاغل المكان بقى عندك إيه بالعدد الأشخاص اللي هم 100، وكيو بنحددها من هو من الجدول إلا إذا كان هو معطيني إياه يعني من الجدول، قال لي انتبه أنت بتحكي عمل بسيط، عمل بسيط من الجدول تراعي جالس وعنده عمل خفيف او بسيط مثلا تمام، او جالس عمل بسيط مثلا 81 يزاول عمل بسيط هي 81 تذكر، و139 كامنه 81 و139 هي 81 و139 تمام. اذا عددهم ضرب 81 وعددهم ضرب 139، وممكن تستخدم المجموع الكلي اللي هو الرقم الثالث الموجود، او بيطلع هو نفسه هو نفسه اللي احنا حصلنا عليه. طيب في معدات في المكان موجود، في اجهزه حاسوب موجوده في المكان، وبالتالي هذا يراعى في اعتبارات انه مجموع الاجهزه الحواسيب الموجوده كلها، كل جهاز قديش
عنده اللي هو كفاءة الموتور تبعته أو كفاءة الجهاز في القدرة اللازمة تبعته، تمام؟ في عددهم قديش عددهم 10 15، وبالتالي بتحسب هاي مثال يحسب الحمل الحراري الناتج عن استعمال عدد 2 موتور كهربائي قدرة كل منها نص كيلو وات وكفاءتها اللي هو 70%، وبالتالي بتعوض 2 عددهم 1 ناقص الكفاءة في القدرة، وبالتالي بتطلع اللي هو الناتج النهائي. تعال نشوف سؤال كبير تصميمي. غرفة الموضحة أدنى أبعادها كذا عند الطول العرض في الارتفاع، ومكيف عند هاي الإحداثيات لأن بدي أحددها في السيكومترية، ومعامل انتقال الحرارة الكلي للزجاج موجود، ومع والجدران والأرض والسقف زي ما شايف، هي معامل انتقال الحرارة الكلي يو للجدران للسقف لكل شيء معطيك إياها تفصيل كامل على التوالي. درجة حرارة الأماكن المجاورة للغرفة معطيني إياها تقل 8 درجات عن درجة حرارة الوسط الخارجي، مساحة الزجاج كله معطيني إياه، ومساحة الأبواب كل التفاصيل معطينيها، ومعطيني هو قديش بتنفس كل شخص 10 لتر، ومعطيني اللي هو 4 لمبات فلورسنت قدرة منها 60 واط، وفي عندي 3 أشخاص، تذكر إنه عندي 100 لتر لكل ثانية، وفي عندي 3 أشخاص، هذا الهواء النقي لـ3 أشخاص، طبعا نضربهم ببعض عشان نطلع اللي هو الحجم معدل الحجمي. تعال نشوف تفاصيل بشكل أوضح. هاي الغرفة معطيني أبعادها، الغرفة 4.5 في 3 طولها في عرضها، وفي عندي شباك زجاجي أول تاني، وفي عندي ماب، تمام. هذا مثال تصميمي لغرفة واحدة، المطلوب مثلا لمبنى بتعمل لكل غرفة على حدة، وبالتالي المجموع الكلي بيكون هو الطاقة الحرارية المطلوبة للمبنى. تعال نشوف مثلا الجدران الشرقية، جدران الغربية، جدران جنوبية، شمالية، كلهن كل شيء، والشبابيك، الشبابيك تحسبهن، تحسب مساحة الشباك هذا ومساحة الشباك هذا، بتطلع وبتطلع مساحة الجدار والباب، تمام. لما نحكي مثلا المساحة الجدار هذا، بس المسافة هذه والمسافة هذه والجزئية هذه والجزئية هذه، بتخرج منهم في حساباتك مساحة الباب ومساحة الزجاج الأول والثاني. ليش؟ لأنه الاثنين هذول كان نفس المساحة، بتعملهم في حسبة لحال. إذا مساحة الشباك هذا يختلف عن مساحة هذا الشباك، بتعمل مساحة، بتعمل حسبة خاصة للشباك الكبير والشباك الصغير. إذا كان نفس الشيء فيكون مساحتهن مع بعض، يعني 2 متر مساحة الشباك الواحد. إذا كان بيختلفن بتعمل لكل شباك خانة لحال فيها، والأرضية والسقف توجد مساحتهن، وفرق درجات الحرارة معطينا إياها في السؤال، واليو معطانا إياها مصفطات ورا بعض، وبالتالي نضرب هذه في هذه في هذه بتطلع القيمة، وبالتالي احنا اوجدنا الطاقة الحرارية المطلوبة المنتقلة من الخارج للداخل المباشرة، تمام؟ الطاقة الحرارية المباشرة. طيب بدنا الراديشن، الطاقة الحرارية التي تنتقل من خلال اسقاط الشمس المباشر. تعال نشوف حمل انتقال الحرارة للجدران، من الجدران تساوي هالقد حكينا عنها، الحرارة المكتسبة للجدران، طبعا هذا الرقم هيو هو حسبها بقول لك جاهز، الحرارة المكتسبة للجدران، حرارة الإشعاع تاع الزجاج، في عندنا هنا شمس، في إسقاط شمسي من هان مباشر، تمام، على هذا الشباك وعلى هذا الشباك، تمام، وعلى اللي هو الجدار الموجود، تمام، زائد تأثير الشمس للجدران الجنوبية، تأثير الشمس للجدران الجنوبية هو استخدم اللي هو كيو راديشن الاي في شدة اللي هو الإسقاط الشمسي في التضليل، ومن الجدول جاب التضليل اللي هو 0.83. والاسقاط الشمس اعطانا اياها معطى في السؤال، ومساحه 4 متر للشبابيك معروفه، وتساوي القيم هذه، تمام، وتساوي القيمه اللي هو تقريبا اللي هو ايه 1 كيلو، 1 كيلو او اللي هو 100 او 1178 واط زي ما انتم شايفين. اذا كسب الحراري للجدران نتيجه شو اسمها طلعنا للشبابيك للجدران جابها من قانون الثاني يو في اي في دلتا تي، طبعا يو في اي معناها موجودات عندنا، دلتا تي اس هو معطيني اياها في السؤال 12، معطيني اياها في السؤال 12 معطى. في مشروع تخرجك انا حكيت لك بتاخذ من خمسه حتى سبعه، من خمسه حتى سبعه في مشروع تخرجك، بتحدد بناء على الكود الفلسطيني او على معطيات عندنا موجوده بناء على
شوفوا طبعا انتوا شايفين هي 12، هي فرق درجة الحرارة الإضاءة للشمس 12 درجة اللي هو استخدمها وين هان في السؤال. تمام، بنكمل الأحمال الحرارية الأخرى. الحرارة الكلية نتيجة أشعة الشمس، المجموع الكلي جمع التنتين، جمع بتاعة الشبابيك وتبعت الإيه الجدران أو جدها. بنجيب بعدها الحمل الإضاءة الـ N في الـ B في الـ F، وضع لنا معطى السؤال في عندنا 4 والـ B 60 واللي هو الفلوروسنت 1.25. ليش؟ لأن اللمض نيونات أو جد الحمل الإضاءة. حمل الأشخاص المحسوس، تذكر أنه هو قال في عندنا 3 أنفار فاكرين، وبيعطانا الـ Q الطاقة المحسوسة تبعتهم والطاقة الكامنة، تمام، في معامل تضليل 1:1 زي ما انتم شايفين، وطلع القيمتين لحمل الاشخاص المحسوس والحمل الاشخاص الكامل، مجموع التنتين اوجد الحرارة الكلية المكتسبة للاشخاص. اذا اوجد الطاقة الداخلية للمبنى الاشخاص او الاجهزة الموجودة والاضاءة داخل المبنى اللي هو ما يسمى بالاحمال الداخلية، واوجد الاحمال الخارجية اللي داخلة من الخارج للداخل، وكذلك أوجد الطاقة الحرارية من خلال إسقاط الشمسي، وبالتالي المجموع الكلي يجب أن يوجدهن. تمام، لكن ضل علينا هو اللي هو الحمل التهوية، ما جبناش التهوية لسه. طيب كيف بدنا نجيبها؟ زي ما شفنا في المثال فاكرين، زي ما شفنا في المثال 3 أشخاص ضرب 10 لتر لكل ثانية، هو أعطانا في السؤال وحكينا قالنا انتبهوا 10 لتر لكل ثانية في عدد أشخاص 3، نضرب 3 في 10 عشان نوجد معدل سريان الحجمي V فاكرين. طب احنا بدنا الكتلة، طب ايش نساوي؟ بنروح على الخريطة السيكومترية، هاي شايفين بنجيب بندخل الاحداثيات 26 معطيني مع اللي هو تقريبا اللي هو ايه درجة الحرارة الجاف. شوفوا الاحداثيات فاكرين، احداثيات هاي 26 و50 RH و43 و26، 43 جافة و26 رطبة، حدد منهن القيمتين. هي 25 لما تطابقت مع 50 اللي هي رطوبة نسبية تقف النقطة ها، تمام، 41 لما تطابقت مع 26 درجة حرارة اللي هي 25 هي رطبة، 26 ها هي النقطة تقاطعت ها. اللي بيعرفش يرجع للمحاضرات السابقة لكي يحضر كيف احنا بنحددها. تمام، ليش سوينا هذا كله؟ عشان اجيب الحجم النوعي، هاي شايفين؟ هاي حجم النوعي هي 0.916، قسمت عشان اوجد الكتلة، كتلة الهواء المطلوبة لثلاث أشخاص فقط، لكن في مشروع تخرجك بدك تشوف الحد الأقصى المسموح لهذه الغرفة في تحمل أشخاص، لأنه ثلاث أشخاص هذا قليل جدا، تمام؟ والكتلة زي ما أنتم شايفين حتى 1 كيلو بتصلش، وبالتالي إحنا بنزمنا الحد الأقصى في مشروع تخرجنا عشان نحسب الحد الأقصى للطاقة الحرارية اللي ممكن أن تنتجها أو ينتجها المبنى في مشروعك. تمام، إذا الحمل التهوية مباشرة فاكرين بنجيب اتش لهذه النقطة ونجيب اتش لهذه، تمام، وبنوجد الحمل التهوية. لو طلب الحمل التهوية المحسوس كان تتذكره والكامل، المحسوس بنجيب دلتا اتش اللي هان والكامل بنجيب دلتا اتش اللي هان، يعني بنمد الخط هذا هيك وبنوجد الاتش الموجودة هان، هيها الموجودة هان، بنمدها زي ما انتم شايفين عشان نفصل الحمل التهوية. بدل ما نجيب حمل التهوية الكلي بنجيب اللي هو ايه حمل التهوية المحسوس والكامل لحاله، مجموع التنتين بيطلع حمل التهوية، لكن هو مش طالب في الجزئية هذه الا حمل التهوية، وبالتالي احنا بنجيب دلتا اتش مباشرة الكلية ما بين 81 ناقص 58 ضرب الكتلة، عشان احنا جبنا الكتلة، عشان احنا جبنا ايه الكتلة. لكن الحين في الجزئية الجاية من السؤال نفسه هيطلب منك اللي هو أوجد حمل التهوية اللي هان وحمل التهوية اللي هان، حمل التهوية المحسوس وحمل التهوية الكامل. ليش؟ هنشوفها في التفاصيل القادمة. إذا حمل الغرفة الكلي جمعهم كلهم، شايف كيف؟ جمع المباشر والراديشن وجمع اللي هو الإضاءة والأجهزة والتهوية، تمام؟ أصبح عندنا الحمل الغرفة الكلي 4.130 كيلو وات، لو قسمناها على 3.5 حيطلع عندي قديش انا بلزمني طن تبريد لهذه الغرفه. هنلاحظ انه بلزم تقريبا اللي هو 1 وشي طن تبريد لهذه الغرفه. تمام، في المثال السابق بدا يشتغل معي على كبير. في المثال السابق واللي اوجد نقطه الخلط،
إذا كانت نسبة الخلط 1 لـ 1، إيش يعني 1 لـ 1؟ مش عارف، ارجع للمحاضرات السابقة عشان تعرف العملية السينكومترية كيف حددنا نقط الخلط. لكن باختصار، 1 لـ 1 يعني كمية الهواء الراجع من غرفة التكييف ناخد منه 50%، وبناخد 50% من الهواء الخارجي، وبنخلطهم في بعض وبندخلهم مرة تانية على التكييف، عشان احنا نوفر طاقة، عشان نوفر ايه؟ نوفر طاقة. تمام، رجعنا نحدد النقطتين زي ما هن، زي ما انت شايف، نقطتين. تمام، رجعنا نحدد اللي هو ايه النقطتين، ورجعنا ايه ومدينا الخط من O لR. ال O ايش يعني O؟ يعني هذه الاحوال الخارجية اللي بره في الشارع، وهذه الR اللي هي الاحوال الداخلية في المبنى، الاحوال الداخلية في المبنى. تمام، واحنا حددنا الكتلة. هو قال ان 1 لـ 1 يعني 50 لـ 50، بنقسم الكتلة على 2 عشان نشوف 1 لـ 1 يعني 50% من الكتلة كيف تطلع. تطلع القيمة هذه قليلة جدا، قليلة جدا القيمة، عشان 3 أشخاص فقط. تمام، هذه القيمة، تمام، حسب القانون عشان نحدد اللي هو التي، اللي هو ميكس، اللي هي نقطة الخلط. احنا بلزمنا هاي الخط العمل ما بين او والار، مده احنا بلزمنا نقطة واحدة، لو حددناها بنمدها حتى تتقاطع مع الخط هذا. إذا تقاطعت مع الخط هذا حددنا مكان اللي هو نقطة الخلط، حددنا مكان نقطة الخلط. طيب كيف نجيبها؟ بنقول الكتلة الأولى اللي هي 50% حددناها هي ضرب درجة الحرارة الخارجية زائد الكتلة مرة ثانية 50% ضرب درجة الحرارة الداخلية على مجموع الكتلتين، تطلع 34 سي. بنروح من هنا 34 سي بنرتفع لما تتقاطع مع الخط هذا، مع الخط مش مع هذا الخط اللي أنا عامله، لا من فوق هي الـ OR. لما تتقاطع بتكون هان تقريبا، هي هان. لما بتكون هذه هي نقطة الميكس الخلط. ليش نستخدم نقطة الميكس الخلط؟ بدل ما ندخل 40 درجة مئوية على المكيف عشان يكيف عشان يصل ل 26، بنروح مندخل اللي هو قديش 34 درجة عشان يدخل على المكيف عشان نبردها ل 26. نبرد 34 ل 26 ولا نبرد 40 ل 26؟ مين موفر للطاقة أكثر؟ أكيد اللي هو 34 سي هي موفرة للطاقة أكثر من ال 41 سي، وبالتالي الميكس مهمة في عمليات التكييف المركزي. تعال نشوف حاجة أحلى من هيك. من المثال السابق، أوجد نقطة التغذية إذا كانت الكتلة الهواء 1.5 كيلوغرام لكل ثانية. أعطاني كتلة غير الكتلة هذيك، ليش؟ لأنه هذه الكتلة صغيرة جدا، هذه الكتلة كتلة 3 أشخاص، حتى 1 كيلو تصلش. تمام؟ فأعطاني كتلة جديدة في نفس المواصفات للمثال السابق، وقال لي انتبه الحرارة النوعية السبيسيفيك هيت كذا والاش اف جي كذا، انتبه. ليش؟ لأن احنا هنستخدمهم ايه؟ في الحلول على طول مباشرة. طيب ايش انا اللي بلزمني؟ بلزمني عشان اوجد نقطة التغذية، نقطة التغذية احنا حكينا عنها في المحاضرات السابقة، اللي عنده مشكلة فيها يرجع للمحاضرات السابقة على اليوتيوب عشان يشوف ما المقصود بنقطة التغذية. هي نقطة السبلاي، هي نقطة ما قبل غرفة الغرفة المراد تكييفها، في نقطة ما قبل، ليش قبل ما ندخل على الغرفة المواسير، في نقطة ما قبل تسمى هذه النقطة نقطة السبلاي، وبتكون درجتها صيفا أقل من درجة حرارة الغرفة، وشتاء بتكون أكبر من درجة حرارة الغرفة. تمام، عشان نحددها بلزمنا نحدد الكيو الكامنة والكيو المحسوسة لكل الغرفة، لكل الغرفة زي ما أنتم شايفين. كل الأحمال اللي احنا حددناها هذه قبل بدنا نشوف مين فيها احمال محسوسه واحمال، هتقول لي ايش الاحمال هذه؟ هاي احنا حكينا، هاي هذه الاحمال بدك تفصلها، مين فيها احمال محسوسه واحمال اللي هو ايه؟ كامله. هتلاقي في عندك حاجتين، الاشخاص، تمام؟ الاشخاص بنقسموا الى احمال محسوسه واحمال ايه؟ هاي احمال كامله واحمال محسوسه، وايش كمان؟ وايش اذكرك؟ والتهويه، احمال التهويه هي تنقسم، هاي اللي عملناها تنقسم إلى أحمال كامنة وأحمال محسوسة. هذه هنفصلها لحال ونشتغل فيها إيه؟ لحال، عشان إحنا نحطها في الجدول. كيف نساوي حمل التهوية المحسوس؟ بدنا نجيب دلتا اتش. تمام، نجيب دلتا اتش اللي إحنا هي 82 و58، هاي دلتا اتش زي ما أنت شايف، هاي دلتا اتش. بدنا نجيب اللي هو ما بين اللي هو ال 72 و58 وما بين 81، وشو اسمه، نجيب هذه الكامنه وهذه ايه المحسوسه، هاي الخط شايف، هاي ما بين هذا وهذه وما بين هذه وهذه، تمام، عشان نفصلن عن بعض. زي ما انت شايف 72 ناقص 58
81 ناقص ايه 72، طلعنا الطاقة هان طبعا اكبرها طاقة الاشخاص، انت شايف قديش 21 و13.5، وبنضيف هنا الحمض الاضاءه جبناه فوق بالكيلو، طبعا هذا كله بالكيلو، حمض انتقال الحراري بالتوصيل الجدران حسب التنتين تاعت الراديشن الاشعاع وتبعت التوصيل المباشر، طلعنا القيمه حمل الحراره الكليه المكتسب من الاشخاص زي ما انتم شايفين، حمل التهوي تو جبناها، الحمل الغرفه الكلي هذه الحال وهذه الحال، لو جمعناها التنتين اصل بصير انه اللي فوق لك عندنا بيختلف عندنا اللي هو ايه الكتله تغيرت عن المثال السابق. من المعادله الحراره المحسوسه هنا عشان نجيب نقطة التغذية على السيكومترية، احنا بدنا نوجد نقطة التغذية على السيكومترية، بدنا نعرف وين مكانها هان نقطة التغذية السبلاي، هان ولا هان ولا هان، عشان نوجدها بلزمني رقمين، بلزمني اكس واي، بلزمني 20 مثلا وبلزمني رطوبة نوعية، بلزمني 20 ورطوبة نسبية، بلزمني 20 وبلزمني مثلا أي حاجة، بدي نقطتين عشان أحدد مكانها على الخريطة. طب كيف بدي أوجد النقطتين هدوما؟ بدي أوجد النقطتين من خلال اللي هو الكيو المحسوس وكيو الكاملة، هستخدمهن واستفيد من حلها. تعال نشوف كيو اس، في عندي قانون في العمليات السيكومتريه بيقول كيو اس تساوي الكتله، انا اعطاني اياها معطى السؤال في السي بي، معطى السؤال في دلتا تي، في دلتا ايه في دلتا تي، تمام. كيو اس ما هي معطى السؤال 24 على اللي هو ال 1.5 في اللي هو مضروبه في 1.06، تمام. هذا كله ايش بيساوي؟ بيساوي اللي هو الدلتا تي اللي انا بدي اللي هي اس تبعتي هي، والتي ار ما انت عارف 26 ما اعطانا اياها بالسؤال من اول، هي 26 تمام. اذا دلتا هذه دلتا تي اس بتساوي 16. طيب اذا بنفك الدلتا تكون تي اس بتساوي هذه ايش بتساوي؟ بتساوي 26 ناقص اللي هو ال 16 بيطلع عندي 10. اذا تي اس 10 هي حصلنا على اول نقطه، بالزمن نقطه ثانيه من المعادله الثانيه هل جبناها من المحاضرات السابقه. إذا كيو كامل يساوي اللي هي الكتلة عندي موجودة اتش اف جي اعطاني اياها في السؤال المعطى، الدلتا اوميجا اللي هي ايه؟ الرطوبة النوعية، رطوبة نوعية بدي اوجد انا الرطوبة النوعية، هي طلع انت شايف الرطوبة النوعية دلتا هي عبارة عن رطوبة الروم الغرفة ناقص السبلاي، اس هذه يعني ايه؟ يعني سبلاي اللي هي ايه؟ اللي هي بتاعت التغذية، وهذه عندي انا موجودة هيها 13 تمام؟ 13 على ام الكتلة على اتش اف جي اللي هي معطى عندي في السؤال زي ما انت شايف 13 على 1.5 ضرب اللي هي 2500 بتطلع عندي الرطوبه دلتا رطوبه 36 من 1000 تمام. اذا انا قد وعندي انا معطى اللي هو الروم الرطوبه النوعيه بتاعت الروم 0011 منين جبتها؟ مباشره كان انت مش عارفها انا على طول مباشره هيها من الروم بمدها هيها طلع 0.011 هاي اجيبها مباشره وبرجع تاني بطرحها طلع هي 0.11 ناقص اللي هو 0.36 تطلع عندي النقطة الثانية. خلاص أنا هيك أنا عندي تمام حددت النقطة، ما دام عندي إكس هيها وعندي واي هيها، إكس وواي بحدد مكانها على اللي هو إيه على السبلاي مباشرة. تعال نشوف شو محل الرسم هذا، عندي النقطة الخارجية هيها وعندي نقطة الميكس هيها شايف هي فاكرها 34 وعندي اللي هي السبلاي حصلت عليها فاكر 10 وهايها هي بيقول لك انتبه هان اللي انت طلعتها اللي هي ايه الرطوبه النوعيه انتبه هنا نقطه مهمه انه الاو زي ما انت شايف الاو بتاعت الميكس وحتى الار هنا بتمد الخط بتاعت الميكس والتنتين بيعطوا السبلاي بس عمليه تبريد هنا والسبلاي بتاعتي ايه بتاعت الروم مباشره في هذه العمليه في فصل الصيف. في مشروع تخرجك مطلوب منك لغرفة واحدة قاعة واحدة تشتغل عليها عملية السيكومتري التحديد اللي هو الميكس والتحديد اللي هو السبلاي لطلبة هندسة المباني. وبالتالي اليوم أنهينا اللي هو إيه لقاءنا الأخير لطلبة الهندسة التبريد والتكييف وطلبة هندسة المباني، ولقاءنا إن شاء الله هيكون الفصل القادم بإذن الله.